يا سمعين يا عطار، في بيت سيدي المكي بن باديس راه زاد عنده مزيوت وسماه عبد الحميد. اسمعوا يا نسا، راني حكيت مع سيدي مولا بيتي وقلت له جبت لك حراير قسنطينه وفحلة تاع المدينه، ردوا بالكم تحشموني. تهناي وما تخافيش يا لالا، ضيافكم ما يروحوا غير زاهيين وفرحانين، وانتي ما عليك غير تخلي عليك الشغل وتروحي تريحي. لا 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 لا، ما نقدرش لو كان ما نسمعش خبيط لماعن ونشم ريحه الفواح تاع اللحم في الطناجر ونشوف نسا من مومين ما نتهناش، فهمتي يا؟ حميد شكون هادي؟ هذيك اليامنة بنت عبد الكريم ربي يرحمه، خوسي محمد المصطفى وعبد الحميد ولده، راهو هز عليها الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا 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 مرحبا. أهلا سي عبد الحميد، مش رايك؟ لك مليح؟ الحمد لله. تفضل الشيخ، تفضل. واش معك؟ تفضل. تقول لي راه مليح شويه من الدراسة. نسأل الله عز وجل أن يبارك في ولدنا عبد الحميد ويلبس والديه تاج القرآن الكريم يوم القيامة. واسمحوا لي يا جماعة باه نقدموا يصلي بنا، وهذا بمناسبة ختم الكتاب الله. أتفضل يا ولدي. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حمرت لي وجهي يا وليدي، يعطيك الصحة. يسلمك سيدي، وبلا بك ما كنت نقدر ندير والو. شوف يا وليدي، راني حاسب اللي تقدر دير واش ما قدرناش حنا نديروه. على هذه نعطيك بحاجة، الحاجة اللي تحتاجها صغيرة ولا كبيرة تجيك في رمشت عين، بس أنت توعدني تتهلا في قرايتك وفي أمر الدين. وعدك يا بابا. حابك تكون الابن الصالح اللي نقابل به وجه ربي يوم القيامة. لبسك وش تحب متيجان الدنيا، وانت يا وليدي لبسني تاج القرآن يوم الدين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. الناجحين في الدورة عبد الحميد بن محمد مصطفى المغربي من قسنطينة. مبروك عليك عبد الحميد. Je ne tolérerai aucune négligence à ce sujet. Rassurez-vous monsieur le préfet, nous maîtrisons la population. Monsieur le préfet, nous avons besoin de renforts militaires.
Les jeunes s'enfuient à travers les forêts, les montagnes, le désert. Ils rejoignent la Tunisie, la Libye ou encore l'Égypte et la Syrie. Nous ne pouvons contrôler toutes les frontières. Il est hors de question de laisser ces jeunes s'enfuir. D'abord, videz-moi Constantine et ses environs de tous ces jeunes. Et emmenez-les sur le champ dans nos caseurs. Johar. أي روحي نختي وش قلتي لي نجيب لك فلوكة سمعتك فلوكة رمزي عينك قلتيهم سنمزحها ما شوفي طاهر جاب لي فلوكة طاهر معليش نروح انا عند خالتي نعطيها لبناتها روحي وما تطوليش كاش ما لقابي على هذيك يجيو يدوك يلا اهرب واش راك تشوف اهرب Calme, s'il vous plaît. Choisissez deux représentants parmi vous. Le préfet va les recevoir dans son bureau. Monsieur Jonas vous a promis que vos traditions, votre religion et votre culture seraient préservées. Mais personne ne vous a promis l'exemption du service militaire qui lui demeure obligatoire. Je crois que vous avez oublié qu'il y a eu un accord en 1830 et que cet accord stipule que l'incorporation des Algériens ne peut être que volontaire, non obligatoire. D'ailleurs, M. Ben Alaoua revient de Paris, où le président du Conseil des ministres lui-même, M. Poincaré, lui a promis une solution rapide. Nous sommes venus aujourd'hui par la simple demande, l'arrêt de l'opération d'enrôlement de nos enfants. Puisque vous avez eu la chance
et l'honneur d'être reçu en personne par le président du Conseil des ministres, je ne vois donc pas quel intérêt a-t-il à vous adresser à moi, alors que je suis sous ses ordres. Nous sommes aussi engagés que vous, monsieur, mais c'est vis-à-vis de notre communauté. C'est pourquoi nous ne pouvons rien faire contre ces voix qui s'élèvent là, dehors. Ce que nous pouvons faire, c'est tenter de les dissuader, de recourir à d'autres moyens. Que voulez-vous dire par là, monsieur Mohamed El Mustapha? Dois-je comprendre qu'il s'agit de menaces? Depuis 4 ans, nous n'avons pas cessé de vous solliciter de reconsidérer cette question. Nous avons vu tous les responsables, depuis Clemenceau jusqu'à Poincaré. Maintenant, la situation nous échappe. Ah, la situation échappe à votre contrôle. Eh bien, sachez qu'elle n'échappe pas au nôtre et que nous disposons de tous les moyens nécessaires pour mettre un terme à cette anarchie. Sachez que chaque pas que vous ferez sur le chemin de l'erreur dans lequel vous êtes déjà engagé vous conduira à l'abîme. Et par conséquent, vous mettrez la vie des colons en danger. Écoutez, je me suis peut-être emporté, mais nous devons de trouver une solution adaptée. Nous tenons auprès de vous dans la gestion des affaires administratives. Mais là, désolé, on le peut l'être contre nos enfants. Nous voulons une décision immédiate. سيدي عبد الحميد وليدي وليدي هاتك بيبك جا على سلامتك الله يسلمك يما اسماعيل روح لعند باباك مازال ما ولفوش برك هادو 4 سنين ما شافوش كيفاش هذا ما ولفش باباها اسماعيل الهضره اللي راك تقول فيها يا وليدي مليحه وتعجب بصح بالسياسه ما تمدش كلش مره واحده فرانسيس مش راح يعجبهم هذا الكلام واذا حشمت وجهي المره هذه وجبت لك رخصه اليوم على خاطر انا محمد المصطفى بصح غدوه لو كانت تفيق بك الحكومه الفرنسويه ما تنفعك لا الرخصه لا محمد المصطفى وفي رايك يا سيدي واش هو الحل بصح قد ما راني فرحان بك راني خايف عليك يا وليدي بلا عقل واش خلى شيخك حمدان اللونيسي هاجر لبلاد ويروح للحجاز فرانسيس ما يخافوا الا من حاجه واحده اللي هي الشيء اللي راك تقول فيه تكلم على التجديد في الدين نسيت الشيخ بالمهوب وجماعته مستحيل يقبلوا هذا الفكر صح يا سيدي انا راه من واجب مازال وقت الواجب يا حامد مازال التاريخ قبل ما تدرسه اصنعه وقبل ما تحكي عليه ابنيه يا وليدي وبعد هذه المقدمة المختصرة عن أهمية هذا الكتاب في فهم سيرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه الكرام أفضل صلاة وأزكى سلام فلنبدأ على بركة الله الدرس كانت حياة الشيخ القاضي عياض موزعة بين القضاء والإقراء والتأليف غير أن الذي أذاع شهرته وخلد ذكره تركه من مؤلفات
بوأته. وحسبكم إخوتي الكرام، مؤلفاته التي تشهد على سعة العلم وإتقان الحفظ وجودة الفكر. بعد دراستنا لكتاب الشفاء، ها نحن نصل إلى فصل في من تكلم بسقط القول وسخف اللفظ، في من لم يبذل كلامه وحده. إخواني، خلصنا الدرس تاع اليوم، تقدروا تروحوا. ما تنساوش غدوة تجيبوا معكم الشمع، باش إذا راح الضوء نقراو عليه. تقدروا تروحوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فك حبس. أما بعد، إخوة الإيمان، أنت ممنوع من التدريس يا سي عبد الحميد، هذه تعليمات مكتب شؤون الأهلية وأنا عليا نطبقها. سيدي حامد، وش بيك تبالي مقلق؟ احكي لي، وش هي الحاجة اللي قلقتك؟ مازال ما كملت الشهرين، شهرين وانا ندرس في الجامعة الكبير، وقفوني. واحد ما يقدر يمنعك، وزيد مادام سيدي المصطفى راهو معاك، ما تخاف من حتى حاجة. فرنسا لما يتعلق الأمر بسياستها ما تسمع لحتى واحد، وموش سهل الحال يا مرأة. حتى الناس اللي راني نتلاقاهم ما عندهمش قابلية للتجديد. ما كفناش تخلف اللي غرسوا الاستعمار فينا، ولينا نلقاوه في بيوت الله، في الشيوخ، في العلماء. أنا جيت من الزيتونة باش ندرس ومنعوني. أنا لو كان نكمل كما هكذا، عم بالي احنا هجر، نهرب بديني وحياتي وحريتي. تهجر اسمها دي تروح وتخلينا؟ مكفاوكش 4 سنين، 4 سنين وانا ولدك هنا وحدنا.
نفسي اطلع جمره وفي قلبي تسكن جمره. حياتي حياه التراب ولحمي حديد ونار، دمي بحر دوار، ما يسلك مني حلوف وما يمنع مني حجار. انا الباي انا الداي، انا الباي انا الداي. فو يا الاستعمار فو فو. انا الباي سيدي تديني نتاع المكحلة اليوم؟ تعلم الخيل الساعة من بعد المكحلة ساعة. سيدي تعلمت نركب الخيل، تعي سيدي ديني نتاع المكحلة. شي هو تعلمتها؟ شكون هذا اللي علمك؟ شكون حبيتي تهلا فيه ويعلمه من غير جدو؟ اسماعيل ولا يتعلم الخيل وما يقول ليش ملاح؟ وكتا راح تعرف انت تخرج في الليل وترجع في الليل. اسماعيل روح شوف سيدي مصطفى ما ظل ما زال. يا منا ما كراكش تحكي قدام الطفل هكاك. وكنت حبيتني نحكي معاك تاكيت نوض تخليه راقد وكي جيت تلقاه راقد. ما عنديش في راسي غير اسماعيل، واش خصو اسماعيل؟ هو خير من الولاد الاخرين. لا خصو سيدي، خصو باباه وحنانت باباه. الناس يقولوا الحمد لله اسماعيل عنده مو وعنده جد وعنده امام، ولو كان تشوفي الولاد اللي يعني يقري فيهم ساكن محرومين من هذه النعمه. لازم ديري حاجه في راسك باللي غدوه كي نوقف قدام ربي سبحانه وتعالى راني مسؤول عليهم كامل، لازم نعلمهم الشيء اللي تعلمته. هذا واجبي وامانه في رقبتي. سيدي صباح الخير. سيدي صباح الخير وليدي. بعد صلاة الفجر وش عندك؟ بعد صلاة الفجر روح للفيرما نفاقد شوية حوالي العمال ونرجع. بني اسماعيل حبي يولي فارس بالسيف. اها وشكون اللي قال وليدنا اسماعيل مش فارس؟ راهو يركب الحصان خير من الفرسان الكبار. صادوك وحاب يتعلم المكحلة تاني. هذه عليا انا نعلم. اتهنى. بنتي كش مسحقيتي؟ لا شيخ، جيت برك نشوف اش كاين داخل. عندك باباك؟ عندي سيدي شيخ. يخدم؟ قاعد في الدار. على غير الخير مريض؟ ماشي مريض سيدي شيخ. انتي وش قاعدة تديري هنا؟ انا قاعدة نلم في الحدايد ونعاود لهم البيع في اللوزين. بسمك الله الجوهر. بنتي جوهر وانت سكني. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راك معليك شاه؟ الحمد لله. عبد الحميد بن باديس. عبد الحميد بن باديس ولد محمد المصطفى. هو بالذات. مرحبا بك، اتفضل. وبك عايشك. بعد نتفاهم معك من بعد. مرحبا بك شيخنا، اتفضل. لكن لا انا نروح
الشيء اللي حبيت نقوله لك باللي الشيء اللي كدير فيها وعيب وما يقبلوا لا ربي لا العبد. كيفاش تبعث بنتك صغيره تخدم وانت قاعد هنا في الدار وعن بالك باللي هذا الشيء وماهوش مليح؟ يا شيخنا الا جبت لي القفه باش تطيح لي قدري مانيش محتاج القفه تاعها. جوهر بنتي شكون هذه؟ مش بيها مريضة؟ هذيك ما تتحركش، بابا نهار طول هو قاعد معها. خويا طاهر كان يخدم علينا قبل ما يموت في الجيرة تاع الألمان، ودوك بابا هو اللي قايم بها، يغسل لها حوايجها ويطيب لنا الماكلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمح لي يا اخويا غلطت فيك، ما كنتش عارف باللي الوضع تاعك هكا. وانا حسبت بنتي خرجت تطلب. لا لا، لقيتها تلم في الحدايد قدام المدرسه اللي نقري فيها. المهم منا وجاي تقدر تخليها تعاونك هنا في الدار، والمصروف نتاعك يلحقك من عندي. لا لا يا شيخ، لا لا غير هذه. ما تقول والو، ما تقول والو، هذا الشيء يبقى بيني وبينك. مطلوب منك حاجه برك، الطفله ساعه على ساعه اذا قدرت تبعثها تقرا مع البنات في مدرسه ابو معيزه. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اخي قلت لك ما تزيدش تركب فوق الحصان. سيدي الشيخ هو اللي خلاني نتعلم. يا منى وش فيها كي تعلم فروسيه؟ شوفي وليدك ما شاء الله ولا راجل فارس. مازال وصلنا سيدي الشيخ، الولاد اللي قدهم يلعبوا برا. ما تنسيش باللي كي تزوجت بيك كنت قدو. انا نروح لوجدك العشاء، على بالك جيعان. اسمعين ارواح، رد بالك تتلهب بالمكحله والخيل وتنسى اهم شيء حفظ القران الكريم. متهني يا سيدي الشيخ، نكمل كتاب ربي ونولي فارس قوي كما جدودنا. Thank you.
عليكم السلام. فرحات ما كان عليك أن تشتري لباسا فرنسيا وأمهاتنا تشقين في بيع الشاشية. إنني لا أريد أن أرى أحدا من تلاميذي وعليه علامة من علامات فرنسا. أقسم بالله العظيم إن تراب بلادك وهو يغطي شعر رأسك أشرف لك من كل قبعات فرنسا. فرمي هذه القبعة اللعينة خارج مجلس هذا لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. من أخيك في الله محمد البشير الإبراهيمي وبعد. لقد أرسل للإخوة من مصر أعدادا كبيرة من مجلاتهم وجرائدهم، فأردت أن أزودك ببعض الأخبار منها علها تفيدك. فقد بلغني كتابك أخي البشير وسرني أيما سرور، وأعلمك أن الجرائد والمجلات تصلني اتباعا، وإنه من بين الأحداث المؤلمة التي وصلتني ما يحدث في فلسطين واعتداءات الإنجليز الصهاينة المتكررة على إخواننا العرب في أرض أولى القبلتين وثالث الحرمين. ولا أخفيك سرا، إن أبديت توجسي من نية تشرشل إعلان وثيقته حول إنشاء موطن قومي لليهود تحقيقا لوعد بلفور، فإنني أعتبرها خطوة حقيقية لتهويد فلسطين الغالية. Ce même Badissa est plus dangereux que vous l'imaginiez. Il vous berce le jour, il vous combat la nuit. C'est la nuit que se lève le soleil pour cet homme quand il gravit les marches de la Casbah pour accueillir une aube que vous ne voyez pas. Si vous voulez qu'on l'arrête, c'est d'une grande facilité. De plus, nous tenons le commerce de son père entre nos mains. Cela ferait de lui un héros populaire. Monsieur Mirande, vous recevrez bientôt l'un de nos agents que nous formons depuis des années, un Algérien qui se nomme Selim. Nous devons les occuper par des conflits de doctrine et de courants religieux. C'est la seule solution. Salam alaykoum, chef. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahi wa salatik briya. Bismillah. Ha, atfaddal. Aynak. Barakallahu fik. إذا مت بالشوق منكد ما عذري ينجيك، إن تبقى في هجري زايد للمولى ندعيك. من هو بالملك موحد ينظر في أمريك، أعبس بالقول تساعد ما نرجوه فيك. متى الشاشة؟ عندك شهرين نتاع هذه الحالة، حتى لو كنت تبقى هكا مانيش ماكل. هذيك الصينية غير فتيها، لو كان تبقى هكذاني ما نقيسهاش. Salim, quelles sont les nouvelles? Mbadi s'est tombé dans le piège. Il a expédié une lettre à Ulama dans laquelle il leur demande des explications concernant la missive qu'il a reçue. Et l'entête de la lettre porte la notation « Message de réponse à une injuste accusation ».
هات هذا البري يعطيها المولى نشي. استناني هنا. الشهر الجاي راك ترجع. الزاوية راها معمرة. حار بزاف الشيخ. وزيد ما نعرفوا عليك والو. نقدر نحكي مع مولانا الشيخ؟ وسبب تلك الأبيات أنني كنت في شوق عظيم لرؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأخذتني السنة، فإذا بي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ عليه تلك الأبيات. ولما استفقت كتبت هذا في كناشي ورويتها لرفيقي فأضافها للديوان، ولم أتذكر النص، فجمع الديوان وطبع ووزعت منه نسخ، فلم أنتبه إلى أن نبهني بها أخي ابن باديس، ولولاه لما حسبت لها حسابا. يعني تحدثها سيدنا الشيخ؟ هذا الكلام موجه للخاصة لا تفهمه العامة، ولو انتبهت لها لحذفتها، فاحذفوها من الديوان. نظن لك أن نرجع للتسمية الأولى، جمعية الإخاء العلمي. أنا راني مع هذه التسمية لأنها تجمع ما بين كامل العلماء. أريد من هذه الجمعية أن لا يكون لأي عالم حجة ليعرض عنها. أريدها أن تكون جامعة لكل العلماء والمشايخ. يمنا، هذه سنة الحياة، رانا مؤمنين ونرضى بقضاء الله وقدره. راح تكملي حياتك هكا؟ خالب ما قدرتش، حتى لدركا مازلت نشوفو يلعب قدام عينيا. ولدي كبر، وليت نخمم نزوجو، ولدي ما يقول لي يما على سيدي الشيخ ما يلعبش معايا. قولوا يا ولدي باباك عالم، باباك يربي في أجيال، ربع سنين ونسى في تونس وحنا وحدنا، 7 شهور ونسى في مكة وحنا صابرين. اسمعين، ولا يحبي وما حضرتلوش، ولا يهدر ولا يمشي، ونسى ما كانش. تدخل من الليل لليل تلقاه راقد، وكي تكتر تبوس على راسه وتروح. هذا مكتوبي يا امرأة. ولدك خلاص مات، مات، وبالك آخر حاجة هدرها قبل ما يموت كانت بابا. طيب سمعتوش، كان ديما حاب يكون معك، بصح انت والو والو والو. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. رقية جوهر، رقية جوهر، روحي بنتي جيبي شوية زيت دفيها. الزربي وقيها.
راني معاك رقية. اسمعي لي رقية، ردي عليا رقية. يمك ما تحب لا عياط ولا حس. إخواني في الله، قبل ما نبدأ في طرح المواضيع اللي ممكن تنشر في العدد الأول، حبيت نستشيركم في نقطة. العدد الأول من جريدتنا راح ينشر يوم الخميس المرافق لـ11 ذي الحجة، يعني ثاني عيد الأضحى المبارك. احنا اخترنا هذا اليوم لأننا شفنا فيه مظهر من مظاهر التدين، ومن خلاله نقدر نعبر على مدى تمسك الشعب الجزائري بالدين الإسلامي الحنيف، وفي نفس الوقت هي رسالة واضحة للاستعمار. قد أرسلنا هذا العدد الأول من جريدتنا إلى من توسمنا فيهم الهمة الراقية ومحبة الخير العام، وإلى من أعطونا أسماءهم مناصرين في مشروعنا الوطني الجليل. ومن محاسن الصدف وتباشير الفوز والقبول صدور أول عدد من هذه الجريدة في أيام عيد النحر الشريف، فنقدم تهانينا الخالصة إلى الأمة الجزائرية النبيلة وإلى العالم الإسلامي كله، سائلين منه تعالى أن يعود على الجميع فيه وفي أمثاله بعوائد إحسانه وبره. أغيتي سجورنا للمنتكد. حبسوها يا سيدي الشيخ، حبسوها. حبسوا الجريدة لكن احنا ما يحبسوناش. اليوم في الليلة المجمع لازم تلاقوه. في بداية الأعداد الأولى نحافظوا على شعار جريدة المنتقد باش ما نخسروش قراءها. الحق فوق كل أحد، والوطن قبل كل شيء. نضيفوا لها شعار ثاني: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وتزيد تكتب من تحت: الحق والعدل والمؤاخاة لإعطاء جميع الحقوق لمن قاموا بجميع الواجبات. وعلى أوجه الأغلفة في ربعة تكتب العناوين التالية: الحرية، العدل، الأخوة، السلام. سي سليم ديما تلقاني، لروح اخر الدنيا تلقاني. اسمح لي، ما كانش باش نضيفك. معليش انا نضيفك. وهدي في خطر واش؟ واحد مقلقنا بزاف ولازم نخلصوا عليه. مقسم ما نقدرش. هز الموس، على بالك بلي كلمه مني يجوا البوليس يدوك للحبس، تخرج منه في قبرك.
كنت ديما ندير واش تقول لي. سرقت جسست على الناس وجبت لك اخبارهم، لكن عمري ما قتلت. معليش، رايحة تكون المرة الأولى. ويدا حكموني. سلك روحك الشعرة ملاجين. لا تعرفني، ما نعرفك. وجد روحك باش تسافر. سنتينا. سنتينا. Oui. Monsieur Mirand. Oui. Sachez bien que le fait est très proche. C'est une question d'heure et c'est la fin du diable. جمع على ابنك عبد الحميد. صح ما تقلقش، راه بخير، وصلوا السينوار للدار. بارك الله فيكم اللي جيتوا وتقلقتوا على الشيخ. طمنكم الشيخ هو لاباس، وشنو لازم نشوي راح. تفضلوا. على سلامتك سيدي. الله يسلمك يا منى. وتركه واش ناوي دير؟ باذن الله نبرا ونرجع لحياتي. يعني ترجع لينا تولي تقعد معنا بزاف؟ ان شاء الله نرجع ندرس القران ونعلم الناس. بزاف شغالات مازال يستنوا فيا يا منى. انا ما نقدرش نعيش حياتي كيما الناس الاخرين. بصح سيدي، انت ما عندكش حياه اخرى غير الناس، غير التدريس والتعليم. الناس كامل هي بهمومها، وانت لاهي بهمومها. ما راني نستنى لا في جزاء ولا شكر من هاد الناس. الشي اللي راني نديرو لوجه ربي سبحانه. صحيح كل واحد متلهي في همه، انا همي راهو اكبر من هم اي واحد. همي راهو بعيد يا منى، بعيد. ماكش خايف يقتلو؟ يقدر لي ربي أجلي مرحبا بيه. عمري ما خفت من الموت. يحماني اليوم يحميني غدوة. إذا كان دعيت ربي باش يطول في عمري، نشوف فيه اليوم اللي تتلاشى فيه غيمة الجهل وشمس العين تضوي البلاد. العدو الاستعماري الصليبي الذي اغتصب أرضنا ودفع بشعبنا للعيش في الجبال
هدفه هو طمس الشخصية الجزائرية لتحل محلها الشخصية الفرنسية، ولهذا السبب سارع المستعمر إلى حشد آلاف الأوروبيين ومنحهم الجنسية الفرنسية وأسكنهم في العمالات الثلاث: وهران، زائر العاصمة قسنطينة، وأعطاهم الأراضي الخصبة التي انتزعها من أصحابها. أيها العلماء، لقد شاء الله أن يهيئكم ويسخركم لهذا الظرف. والله إن يومكم هذا لأشبه باليوم الذي وقف فيه البطل طارق بن زياد خطيبا في جيوش المؤمنين، وأقول لكم اليوم أنه لم يبق لنا إلا أحد الأمرين لا ثالث لهما: إما الموت والشهادة في سبيل الله منتظرين النصر الذي وعد الله به المؤمنين، وإما الاستسلام. مدوا أيدينا للأغلال وطأطأت رؤوسنا أمام الأعداء، هذا ما في الأمر. سي البشير، تعرف موقفي يا سي عبد الحميد من زمان. سي العقبي، أنا حفيظ عقبة بن نافع وأنت تستشهد بطارق بن زياد. سي زهري، إما النصر أو الشهادة. سي بارك، ما انذرت حياتي إلا لأجل هذا اليوم. سي خير الدين، الآخر نفس فيها، آخر قطرة من دمي. سي عربي، نحن لها يا شيخنا. الحمد لله، فلنشرع على بركة الله في رسم خطتنا التي ستكون منهاجا لجماعتنا، جماعة الرواد. صباح الخير خالتي. صباح الخير بنتي. أنا الجوهر، كنت نقرأ عند سيدنا كي كنت صغيرة، جيت نسقسي عليه وجبت له شوية طمينة. سيدك الشيخ ماهوش هنا، بصح دخلي. خالتي ورام الولاد؟ كان عندي واحد بصح مات، ربي يرحمه. الله يرحمه. بصح قولي لي بنتي، كيف بعد السنين هذه كاملة تفكرتي درك سيدي الشيخ؟ لا غالب خالتي، كنت لهي مع بابا وما الله يرحمها. ربي يرحمها. مرقية مسكينة عقب 23 سنة وهي مشلولة، وبابا راه وحده في الدار كيما أنا، ديما قاعدة وحدي. سيدك الشيخ يضل يسافر ومخليني. تقلقيش روحك خالتي، هذه هي حياة الشيوخة والعلماء، احنا نسالو فيه وتزاير كامل تسال فيه. تزاير كامل تسال فيه غير مرتو. C'est parfaitement impossible, monsieur Bempadis. La décision a été prise. Et je le répète, nous attendons que vous coopériez avec nous. N'attendez rien de nous. Ces festivités célèbres, un moment douloureux pour l'histoire de l'Algérie. Et c'est une provocation pour nous. Salam. Monsieur Mirand, je vous demande de me transmettre tous les textes que publie Bempadis dans El Shi'ab. Non seulement ce qu'il écrit, mais tout ce qu'il publie. هذه الاحتفالات استفزاز لمشاعرنا، وانا من جهتي ما نقدرش نسمح لفرنسا بعد 7 سنين تجي تحتفل بمئة عام على دخولها لقسنطينة. كيفاش نسمحوا لها اليوم تحتفل باحتلال الجزائر؟ كان يطول ربي في عمري ما نسكتش. هم يحضروا واحنا نحضروا من اليوم. Bonjour monsieur le gouverneur. Vous avez demandé à me voir. Monsieur Mirand, je vous annonce que vous êtes affecté à Alger. Préparez-vous à prendre vos nouvelles fonctions à la tête de la direction des affaires indigènes.
partir de la semaine prochaine. Je vous remercie, monsieur le gouverneur. Je serai toujours à votre service. Abu Ali Azawi, Mohamed El Amin El Amoudi, Mohamed El Bachir El Ibrahimi, Ibrahim Bayoud, El Mouled El Afidi, Moulay Ben Sherif, Atayeb El Maaji, El Saïd El Ijiri, Atayeb Ben Mohamed Ben Ibrahim, Mohamed Ben Mebarek Brahimi. Y a-t-il parmi les congressistes des chouyours, des hommes de Zawiya? Bien sûr, monsieur. Ils sont nombreux à ne pas être d'accord avec Ben Badis. De ce fait, nous supposons qu'il n'a aucune relation avec cette rencontre. Je n'en suis pas si sûr. Car tôt ou tard, vous allez découvrir que Ben Badis est effectivement en relation directe avec cet événement. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على رسول الله. نرحب اليوم بشيخنا الجليل العلامة عبد الحميد بن باديس، وهو الذي غاب في اليومين السابقين نظرا لظروف قاهرة منعته من أن يكون معنا، وها هو اليوم يلتحق بنا فنحيل له الكلمة وليتفضل مشكورا. السلام عليكم. إخواني، لقد تخلفت عن جمعكم هذا اليوم الأول والثاني فحرمت خيرا كثيرا وتحملت إثما كبيرا، فلعلكم تعذرونني إذ ما لحقت بكم. إخواني، إنني أراكم في علمكم واستقامة تفكيركم لم تنتخبوني لشخصي، وإنما أردتم أن تشيروا بانتخابي هذا إلى وصفين عرف بهما أخوكم الضعيف هذا. الأول أنني أوقفت كل وقتي على التعليم ولا شغل لي سواه، فأردتم أن ترمزوا إلى تكريم التعليم إظهارا لمقصد من أعظم مقاصد الجمعية وحثا لجميع أعضائها على الاعتناء به كل بجهده. والثاني أن هذا العبد له فكرة معروفة وهو لن يحيد عنها، ولكنه سيبلغها بالتي هي أحسن، فمن قبلها فهو أخ في الله ومن ردها فهو أخ في الله، فالأخوة في الله فوق ما يقبل وما يرد. فأردتم أن ترمزوا بانتخابي إلى هذا الأصل، وهو أن الاختلاف في الشأن الخاص لا يمس روح الأخوة في الأمر العام. J'étais convaincu qu'il allait venir. Ben Badis, d'où est sorti ce poison? Rassurez-vous, monsieur. Je vais prendre en charge cette situation. J'achèverai ici le plan que j'avais entamé à Constantine. اللي قلتي ما فهمتكش. انت لقيت كيف ترتاح؟ انا ما لقيتش. يا ما راكي لاباس عليك، وش يخصك؟ قولي لي وش يخصك. لا غالب ما قدرتش، انت ماكش حاس بيا. حبيت نعيش في دار فيها عائله، فيها روح، فيها حياه. ما رانيش مقصر في حقك،
راني نحاول قد ما نقدر باش نوفق بينك وبين خدمتي. سيدي حامد، طول المكتوب اللي بينا بنخلص. أنت ضيفي يا سي عبد الحميد، وأنا نشرف بخدمتك كضيف وكأخ وكصديق عزيز. بارك الله فيك. حسب علمي أن هؤلاء المفسدين الذين يسمون أنفسهم المصلحين ينكرون الولاية. هذا الكلام خارج على موضوعنا يا سي أحمد. لو أن إخواننا المنتمون للتصوف قبلوا أن يوزن كلام الشيوخ بميزان القرآن والسنة كبقية علماء الإسلام، ورضوا بالرجوع المطلق لقوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم، لبطل الخلاف. وإن تكلمنا على الولاية الشرعية، من أنكر هذه الولاية فلفظة مفسد قليلة في حقه، وحقه أن يقال فيه ملحد. أما لفظة مصلح فهي أعلى من هذا وأشرف من ذاك كله. وماذا قال شيخنا؟ الله، اللهم إنا نحمدك على ما علمت من البيان وعلى ما ألهمت من التبيان، ونستوهب اللهم منك قلبا متغلبا مع الحق ولسانا متحليا بالصدق. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما، وفي محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه. Monsieur le gouverneur. Transmettez-moi un rapport spécial sur l'association des oulémas musulmans, l'association de Messaliage et l'association des étudiants musulmans algériens.
et l'association des étudiants musulmans nord-africains. Je veux un rapport fidèle et précis. Et ajoutez-y les propositions qui vous semblent adéquates pour mettre un terme final à leur popularité grandissante. Entendu. Et je veux que vous convoquiez Mohamed Al-Mustapha Ben Badis et son fils. Mon fils n'acceptera pas. Et je ne ferai pas pression sur lui. L'association dans laquelle active votre fils est une association suspecte. Ce qui le met lui aussi dans une position suspecte. Je vous invite à bien y réfléchir. Veuillez considérer que votre activité commerciale dépendait totalement de l'État. Et je peux vous confirmer que l'État ne traite pas avec les proches des indigènes suspects. Nous ne sommes pas des indigènes, Monsieur Mirand. Nous sommes des Algériens. Je vous propose donc de l'attendre. Je crois qu'en votre présence, les choses seront plus faciles. Je connais très bien mon fils. Vous n'arriverez jamais à lui faire changer d'avis. Nous allons lui octroyer la plus haute fonction religieuse. Et vous, Monsieur Mohamed Mustapha, vous traversez une situation financière délicate et critique. Et l'État ne peut vous apporter aucune assistance, sauf si Abdelhamid se retire de son association. Alloui ? Très bien, qu'il entre. Sidi Ouchbek, Shkain. Votre père traverse une mauvaise passe financière. Il est au bord de la faillite. Sidi, ne t'inquiète pas. Rizqa wa Rabbi subhanahu wa ta'ala. Face à cette situation, il ne reste à votre père que l'espoir d'une aide. Un crédit de la France d'un montant élevé qui pourra préserver votre famille du déficit, de la perte et surtout des poursuites judiciaires. L'octroi de ce crédit par la famille nécessite votre implication directe. La solution est entre vos mains. Et comment ? Nous n'attendons pas de vous la dissolution de l'association des ulamas musulmans. Nous nous contenterons de votre démission. Nous allons la garder à notre niveau. Elle ne sera ni publiée, ni annoncée. Lady. رأي رأيك إذا حبيت توقع إذا حبيت ما توقعش Je vais réfléchir. Je vous répondrai demain. اقتل أسيرك يا ميرانت اقتل مصطفى بن باديس واقتل ابنه معه اقضي على أسرة بن باديس كلها لكنك لن تصل إلى قتل جمعية العلماء بيدي أنا فهي ليست جمعية بن باديس إنها جمعية الأمة الجزائرية المسلمة كلها العهد اللي مديته لكم تصغير راني مازال وراح نبقى ماشي عليه سبحان الله واش ترى برك فكرني بواحد الحديثة أمير عبد القادر الجزائري عاهد فرنسا باش ما يحاربهاش لكن ما عطاهش قلبه يحافظ على هذا العهد لأن عهده مع ربي والجزائر كان أكبر توصل حتى أنه كي كان في دمشق خلى الكل يظنوا أنه تبرى من بنو وبعثوا للجزائر يحارب فرنسا
Les Algériens sont fort contrariés aux agissements des membres de l'association des ulémas musulmans qui se trouvent liés de manière profonde avec des courants religieux et politiques extrémistes. Il s'agit en réalité d'un mouvement politique qui se dissimule derrière des valeurs éducatives et morales. Il constitue une véritable menace pour la population européenne. Nous proposons les mesures suivantes. Interdiction aux membres de l'association des ulémas musulmans de prononcer des discours dans les mosquées. Arrêt de l'enseignement de la langue arabe dans les écoles publiques, la fermeture des écoles privées, dites madrasa qui enseignent la langue arabe et le Coran. Enfin, l'attribution des questions religieuses aux imams officiels seulement. Messieurs, voici la correspondance de M. Ben Badis. Lisez-nous le contenu. Il y affirme que l'association des oulémas musulmans est consternée par l'annonce dangereuse que constituent les mesures de la commission interministérielle qui vise à la suppression totale des libertés des musulmans en Algérie. L'association, poursuit-il, refuse de croire que les dirigeants de la France puissent avaliser un projet visant la suppression des libertés de culte, de pensée et d'enseignement. Notre peuple considère l'existence avec dignité. Aussi, l'association des oulémas musulmans profite de cette circonstance pour avertir le gouvernement français de la nécessité de cesser toute forme d'harcèlement et d'injustice exercée à l'encontre du peuple algérien et particulièrement contre les intellectuels indépendants. Khaltil Yamna. صح واش سمعت؟ ايها بنتي، ما كانش قدامي حل واحد اخر، هو لازم يشوف حياته وانا تاني. خالتي اليمنى ما تلوميهش، شيخنا نسالو فيه كامل، البلاد كامل تسال فيه، ما يقدرش يتهلا فيك وحدك. العشرة من حلي بيناتنا ماشي سهلة به ننساهم، انا تربيت يتيمة، غير حليت عينيا لقيتو قدامي، كان هو راجلي وبابا وما اختي وخويا. بصح انا خيرت، لازم يكمل حياته بلا بيا. وانتي تقدري تكملي حياتك بلا بيه؟ انا جاني مكتوب لتونس يا بنتي، لازم نروح، وهو ربي يجيب له ان شاء الله. بقي على خير. كنت نظن نلقاك شويه مريض. شكون اللي راهو بصحته في هذه البلاد يا دكتور؟ بكل رانا مرضى والداء تاعنا واحد، فرنسا. اليوم حبيت نشوفك باش توصف لي دوا لهذا المرض. في هذه الحالة يا سي عبد الحميد، الدوا راهو عندك أنت. لا، لازمتنا نتشاور ونبحثوا على دوا لحياتنا المسمومة هذه. أنا مستعد باش نروح معاك لأبعد نقطة، لكن المشكل اللي عايشينه هو الانقسام. صحيح. الفرقة بدأت تكبر أكثر وأكثر، والهو بين النخب السياسية ولات أعمق من قبل. هذا الأمر لازم له حل على مستوى عالي. أنا راني خممت في ضرورة عقد لقاء وطني يتلاقوا فيه كامل النخب السياسية لتتبنى مشاكل الناس. لقاء هذا يكون تحت راية الإسلام، نتلاقوا بكل، ناقشوا، نحاولوا نوصلوا الحلول. لكن يا سي عبد الحميد ما تنساش، كاين نخب شيوعية، كاين ديمقراطيين، وكاين حتى الاشتراكيين. احنا ما راناش ضد أي توجه فكري خالف توجهنا. احنا حبينا يكون هذا اللقاء إسلامي 100%، لأنه لو كان حلوا الباب للتيارات اللي ما تتبناش الإسلام، الحكومة الفرنساوية تبعث أصحابها من اليهود ونصارى، وأنت على بالك باللي في القانون هم جزائريين. معك يا سعد الحميد. قبل البداية اسمحوا لي أيها الحضور الكريم أن أدعوكم للوقوف ترحما على أحد أبطال الجزائر الذي التحق بالرفيق الأعلى منذ حوالي 6 أشهر.
والذي قال فيه شيخنا بن بديس الحاضر بيننا اليوم إنه الأمير الشهم الماجد الوطني، إنه الأمير خالد بن سلطان الحاج عبد القادر بن محي الدين. Désolé, monsieur le gouverneur, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun indice qui nous fait ressentir, comme nous l'avons prévu, les divergences entre les tendances politiques et religieuses. Ne répondez à aucune provocation. Vous laissez le congrès se dérouler sans incident. Et après, on verra ce qu'il y aura lieu de faire. إن جمعية علماء المسلمين ترفع لهذا الجمع ولمكتب المؤتمر مطالبا تعدها من أولويات الشعب الجزائري، ونخص بالذكر اللغة العربية كلغة رسمية يكتب بها إلى جانب اللغة الفرنسية، وتعامل صحافتها مثل الصحافة الفرنسية، وتعطى حرية تعليمها في المدارس الحرة، كما تسلم المساجد للمسلمين، وتتولى أمرها جمعيات دينية قائمة على منوال القانون المتعلق بفصل الدين عن الدولة. إننا كذلك نرفع لهذا المجلس مطلبا بتنظيم القضاء مع إدخال إصلاحات على هذه المدارس التي يتخرج منها رجال المحاكم لتكوين رجال يكونون من أصدق الممثلين لها. صحيت يا الفحل، شوف كي طيب المكلاني نبعث لكم. صحة صحة. جوهر جوهر وينك يا بنتي؟ نعم بابا أنا جيت. يا أخي مصيبة يا أخي، أنت نهار اللي يجيك فيه الجرنان ما تديري فيه والو. ما تتغشش يا بابا، أنا الشيخ عبد الحميد بن باديس نعزو بزاف ونحب نقرأ واش يكتب في الجرنان. كي العادة دوك تقرأي لي وتحكي لي واش يكتب الشيخ عبد الحميد واش دار واش. لا لا بابا، الشيخ عبد الحميد بن باديس راهو رايح لفرنسا باش يحضر مؤتمر، ورايح يجيب لنا حقوقنا، حقوق كل الجزائريين. وراه واش من الحقوق يا بنتي؟ واش من الحقوق؟ عندنا الحق في الحياة ولا ما عدناش؟ عندنا الحق باش ما يموتوش ولادنا في القرة ولا ما عدناش؟ عندنا الحق باش ما تتعوقش امك وما تموتش ولا ما عدناش؟ عدنا الحق باش نخدمه في العز والكرامة ولا ما عدناش؟ ها قولي، هذا شي مكتوب ولا مشي مكتوب؟ إذا كان مكتوب اللهم مبارك، وإذا كان مشي مكتوب ما يلزمنيش. نهار اللي تلقايه مكتوب ثم أرواحي وقرايبي. Est-ce que vous avez d'autres requêtes? Oui, monseigneur Monde, l'arabe. L'arabe, l'une des meilleures langues au monde. La langue de l'amour, de la beauté et de l'art. Mais à notre très profond regret, elle est combattue en Algérie. Nous ressentons cette situation avec une grande désolation. Vous ne devez jamais oublier que la France a des canons de longue portée. Les nôtres sont de plus longue portée encore. De quelle nature donc sont ces canons, monsieur Ben Badis? Ce sont des canons d'Allah. Dans la réalité, c'est Massali qui a le droit. الجزائر أمة عندها تاريخها ودينها ولغتها، ولو أن حاضرها مغتصب حبينا ولا كرهنا. على هذيك لو كان هبط الجزائر إن شاء الله وجه لك دعوة وجيت تشرح أفكارك للشعب، إحنا سعداء بها. راح نكون سعيد يا سي بن باديس. وذرك سيدي وش مطلوب مني؟ أيها الشعب العظيم، لقد برهنت بعملك الشريف هذا أنك شعب متعطش للحرية التي ما فارقت قلوبنا يوما منذ كنا نحن الحاملين للوائها.
واعلم أن عملك هذا على جلالته ما هو إلا خطوة ووثبة، وراءه خطوات ووثبات، وبعدها إما الحياة وإما الممات. خلوه يهدر السيدة وجا من فرنسا باش يتلاقى مع الشعب. الله غالب سيد الشيخ، تعليمات الحكومة هكذا. يا ولدي ديرها على خاطري، والتاريخ راح يسجل لك هذا الموقف. على خاطرك سيد الشيخ. بارك الله فيك يا ولدي. الكاميرا الآن للسيد ميصالي الحاج. أيها السادة، إخواني الأعزاء، باسم نجم إفريقيا أحييكم تحية الإخوة، وأحمل إليكم تضامن 200,000 شمال إفريقي يقيم بفرنسا. احتراما للغتنا الأم وتقديرا لنبل الشعب الجزائري الشجاع والكريم، راني جد راضي لقدرنا اليوم عقد اتصال رسميا بكم بعد غيابي عن أرض الوطن دام 12 سنة بلغة الأم، لكي أقول لكم بأني سعيد ومتأثر بتواجدي هنا في أرض الأجداد، ولكي أقول لكم أيضا كم أنا متأثر بغيابي عن أرض الوطن منذ مدة. رم قتل الشيخ كحول. أيها الشعب الكريم، أأنت اليوم استفقت من نوم عميق وفتحت عينيك على الحياة ونهضت للعمل مع العاملين؟ فتقوى بالاتحاد وتسلح بالإيمان وتذرع بالصبر وتحصن بالثبات، سر بهدوء ونظام في طريق الحق والخير إلى منزلتك اللائقة بك من الحياة بين الشعوب. كن حذرا، كن يقظا، اعرف أصدقائك من أعدائك. كيتا دوني لعطة الدساسين للمفتي. كبر على أعدائك أن يروك فرحا مسرورا بمؤتمرك العظيم، فأخذوا يدبرون لك المكائد وينصبون لك الأشراك. فكانت تلك الجناية المنكرة على الإمام بن دالي كحول، وتلتها التهمة الشنيعة على الأستاذ الطيب العقبي. من وقتاش وانت تحس بهذا الظلم؟ عندها تقدر تقول 4 سنين. واستر هذا يجيك ساعة على ساعة ولا ديما؟ الأول كان يجيني مرة في العام، المدة الأخرى هذه مرة في الشهر. الشيخ لازم لك شوية راحة، رد بالك على روحك والدواء تاعك يجيك العشوة، هيبقى على خير. بارك الله فيك. تطلع جمرة وفي قلبي تسكن جمرة، حياتي حياة التراب وروحي روح السحاب، لحمي حديد ونار ودمي بحر دوار، ما يسلك مني حلوف وما يمنع مني حقار، أنا الباي أنا الداي. أخي الأستاذ الرئيس، لو علمت أن في الجزائر بل في العالم الإسلامي رجلا له يد على العلم مثل يدكم وفضل على الناشئة مثل فضلكم، لآثرته دونكم بفتح هذه المدرسة. فباسم تلمسان أقدم لكم هذا المفتاح لفتحه، فهل لهذه المدرسة الشرف بذلك؟ بسم الله. يا أبناء تلمسان، يا أبناء الجزائر،
إن العروبة من عهد تبع تحييكم، وإن الإسلام من يوم محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم يحييكم، وإن أجيال الجزائر تشكركم وتثني عليكم وتذكر صنيعكم بالجميل. وإنه قريبا سيحل اليوم الذي تمر فيه 100 سنة بالتمام والكمال على استشهاد آبائكم وأجدادكم. مرت 100 سنة أبنائي، وقوم من الأنانيين يأبؤون إلى أن يكونوا سادة متفوقين. هؤلاء القوم أرادوا هذه الأيام أن يقيموا احتفالات عسكرية بدخلة قسنطينة. كنا التقينا مع جمعيات عديدة واتفقنا على أن لا نشارك في هذه الاحتفالات ونقاطعها ونلتزم بيوتنا. لكن يا سيد الشيخ، رايحين نوضع أنفسنا في خطر، رايحين نأدوا أنفسنا للهاوية يا سيد الشيخ. إنكم تعلمون أنني لم أطلب أي شيء لنفسي، ولكن سأطلب اليوم شيئا لنفسي واحدا فقط، وهو أن تسمحوا لي لأكون أول من يضحي في سبيل الجزائر عندما يحين الوقت للتضحية في سبيلها. On m'a confié la présidence de l'association malgré mes obligations scientifiques qui me prennent tout mon temps, pour lesquelles je sacrifie tout ce qui m'est cher. Sur cette base, j'ai annoncé aux frères et à toute la nation algérienne que je ne dépends pas de moi-même. Je suis à la disposition de la nation et que tout ce qui entrave mon chemin ou m'empêche d'accomplir mon devoir, je ne l'accepte pas. Peut-on espérer que vous signez une lettre dans laquelle vous soutiendrez le gouvernement et dans laquelle vous déclarez vous tenir à ses côtés dans ces circonstances agitées avec l'Allemagne? Je vous rappelle que M. Maurice Violette vous a reçu à Paris et s'est tenu à vos côtés. Et lorsque M. Taïb Al-Okbi a été accusé de l'assassinat de Kaoul, il lui a exprimé sa solidarité avant publication de la décision du gouvernement et même avant les aveux du coupable. Est-ce que vous entendez par là que nous devons nous solidariser la France et annoncer notre soutien simplement parce que Violette a soutenu l'Arbi? Non, voyons, les choses ne se présentent pas ainsi. Moi, j'exprime ma position personnelle avec toute clarté. Je suis contre la participation des Algériens dans toute guerre en dehors de leur pays. Et la position de l'association sera prise entre une consultation entre ses membres. Je tiens quand même à attirer votre attention sur le fait que la majorité des entités et des associations religieuses ont envoyé des messages de soutien à Paris contre toute agression, allemande ou autre. Je vous invite à bien y réfléchir et à exprimer votre position. Notre position? Qu'est-ce qu'il a fait de bien pour nous, ce gouvernement? Nos écoles ont été fermées. Nos enseignants sont traités et jugés comme des criminels. Elle est allée jusqu'à interdire les musulmans de Gardaïa de pratiquer leur rite religieux. Et vous nous demandez d'être solidaires. Ikhwani kiram, laqad tuliba minna أن نرسل برقية تأييد للحكومة الفرنسية نصرة لها ضد الدول المحور في شيء لا يعنينا، وسأقولها اليوم بكل صراحة، وأنا أعرف أن مجلسنا هذا لا يخلو من الجواسيس. لن أوقع على هذه البرقية ولن أرسلها ولو قطعوا رأسي. قد تستطيع فرنسا القضاء على حياتنا المادية بقتلنا أو بنفينا، ولكنها لا تستطيع القضاء على حياتنا الروحية وعلى عقيدتنا وسمعتنا وشرفنا. هل لكم أن تعاهدوني؟ أعاهدك سيد الرئيس. راه جا الوقت باش نعلنوا الثورة على فرنسا. ثورة؟
وإحنا ليها سيدي الرئيس. ولكن سيدي الرئيس، معظم شبابنا راه مجند مع الجيش الفرنسي، مراه على استعداد باش يخوض الحرب. للأسف الشديد، لو أن رؤساء الأحزاب والنواب الذين أيدوا فرنسا في حربها استشاروني، لأشرت عليهم بالصعود إلى جبال الأوراس وإعلان الثورة. Comment osez-vous rentrer sans permission ? Pour exécuter les décisions du gouvernement, je n'ai pas besoin de permission. Pour vous informer que vos deux journaux, Shihab et Bassaïr, sont désormais suspendus jusqu'à la fin de la guerre. Est-ce que vous avez suspendu tous les autres journaux ? Premièrement, je n'ai pas d'explication à vous donner. Deuxièmement... Donnez votre deuxième et troisième. Venant de vous, je ne peux m'attendre qu'au pire. Il vous est strictement interdit de quitter Constantine. Jusqu'à la fin de la guerre. نعم خويا. كش ما سحقيت فلوكة هذي؟ علاش علاش ما تشبهش الخطا؟ أبنائي، يقول عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله العظيم. بعد أكثر من 26 سنة قضيتها في العلم والتعليم، أشعر أن مهمتي لم تنتهي بعد، وإنها ملقاة على عاتقكم بعدي. أريدكم أن تكونوا نعم الخلف. هو الذي نفسي بيده ما حرمني الله من نعمة الولد إلا
وأنعم علي بكم أولادا، وإني لأطمع أن تبقوا على العهد والوعد رجالا لا يكل لهم. لا يكل لهم ساعد ولا يلين لهم عضد ولا زند، وهم يتلون في كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار انتظار اليوم الموعود الذي يتحرر فيه إخوتكم من الظلم والحيف والاستعمار والاستبداد. أرجو أن يكون هذا الصبح قريبا، وإني والله سخرت عمري كله لهذا الصبح الذي تطلع فيه شمس الحرية. رهنت عمري كله لأبني لهذه الشمس أدراجا تصعد فوقها لتطل على الجزائر. هذا الجل ضاعت لي في الحرب، والحمد لله راني منعت فضل ربي سبحانه وتعالى اللي أعطاني فرصة ثانية باش نكون معكم هنا ونكون ضد الظلم والطغيان اللي كاين في بلادنا. صحيح السيد طاهر، هم قالوا لنا من بعد ما تخلص الحرب هاو يعطونا الاستقلال. شكون قال لك يعطونا الاستقلال؟ شكون قال لك تخلص الحرب؟ علاش ما نحاربوهمش حنا يا السيد طاهر؟ باش نحاربوا فرنسا؟ باش هي عندها قوة وعندها السلاح. إذا كانت فرنسا قوية بالسلاح والعسكر علاش ما يروحوش يحاربوا بولادهم ماشي بولادنا؟ أنا درت الحرب ونعرف شكون اللي يموت في الحرب. نطلب منكم حاجة واحدة، حاجة واحدة، ما تبعتوش ولادكم للقيرة. أما الحرب راح يجي وقتها. رباه إني ضعيف الجسم يا الغالب، فاعذر ضعيفا إذا لم يكمل الواجب. لم تقوى ساقي على حملي فمعذرة، إن كنت فرطت يوما فيك يا الواهب. يداي ترتجفان الآن ما لهما، كأن حبلهما قد ضيع الغارب. يا رب تعلم أني متعب، فإذا قدرت موتي فلا تفجع به صاحب. سيدي نينا، قلت لك يا وليدي بلي راح ترتاح. سيدي اعطيني المصحف. زيد يا وليدي، مش ما نجيب لك مصحف والو. بيت نقعد وحدي نقرا شويه قران. كيش مارك حبسها كل موجود لك راس البراطل محور وزين ديال خويا العزيز شويه كمون فوق اللحم وشويه خل فوق الفول يا اخي تحبو شي اللي ديريه يا اختي البيت والعسل.
شوف سيدي، شوف كيفاش راه راكد وجهه ينور كي الملايكه. كي نشوف مع وجهك نعرف من جه هذا الزين كامل. وحشت حامد يا سيدي. خي انت اللي كنتي تغني وتقولي يكبر وليدي ويرجع عالم، كيف حبته يرجع عالم وهو قاعد هنا قدامك؟ توحشتو، تحرق قلبي عليه. توحشتو يا سيدي. يا ناس قسمطينة، يا سامعين يا حضار، النور اللي ضوانا طفا والشمس اللي دفاتنا غربت ومشات، والقلب اللي حبنا بالنية والصفا حبسوا خلصوا يا ماتوا. امشوا بالنعال وبالحفا، الشيخ بن بادي سمات. امشوا بالنعال وبالحفا، الشيخ بن بادي سمات. امشوا بالنعال وبالحفا، الشيخ بن بادي سمات. اشهدي يا سماء واكتبا واكتبا يا وجود، إننا للحما سنكون الجنود الجنود، إننا الشعب الجزائري الكريم، ها أنا أمد يدي من قلب يحبك، فهل تمد لي يدك؟ يدي في يدك أحببنا أم كرهنا، لأن قلبي قلبك وعقلي عقلك وروحي روحك ولساني لسانك وآلامي آلامك وآمالي آمالك وماضي ماضيك وحاضري حاضرك
حياتك ومستقبلي مستقبلك. أيها الشعب الجزائري الكريم، ها أنا أمد يدي من قلب يحبك.